مرحبا، معكم الشيف خولة السيب. اليوم حبيت أسوي وجبة صحية حق عيالي. راح أسوي لهم نودلز الكوسة بصلصة الطماطم وكرات اللحم القنم الاسترالي. راح نبتدي باللحم المفروم القنم الاسترالي. راح أحط شوية كمون، بهارات عطرية، عندنا فلفل أسود، ملح، شوية من الثوم، راح أضيف البارميزان، البصل الأبيض، راح أحط نص الكمية والنص الكمية الثانية راح أستخدمها حق صلصة الطماطم، راح أضيف البيضة، راح نخلط المقادير كلها مع بعض، وآخر مكون راح أضيف البقسماط. والحين علينا إن إحنا نكورهم. راح نحط ماي شوية في القفاز ونكورهم علشان نحصل على أحلى كرة لحم. راح نحطهم في الثلاجة لمدة 10 دقائق عشان يتماسكون. في المقلاة راح أحط زيت زيتون، أنزل كرات اللحم، في هالأثناء راح أسوي صلصة الطماط. نزلت زيت الزيتون، نحط شوية بصل وراح نحمره. تحمر عندي البصل، أنزل صلصة الطماط. في نفس الطاسة أحط فيها ماء وأنزلها على الصلصة. راح نخليه يطبخ وننزل عليه البهارات. بحط كمون، بهارات عطرية، ملح وفلفل أسود، وأنزل عليه البارميزان، ونخلط المغارير كلها مع بعض. جهز عندنا كرات اللحم وجهزت عندنا صلصة الطماط. والحين دور نودلز الكوسة. مثل ما احنا نشوف سويناهم مثل النودلز. احنا راح نحطهم على طابي ونطبخهم شوي. وطبعا الزوايد اللي تطلع من الكوسة ما نرميها، نقدر نسوي فيها عدة طبخات. الكوسة من طبيعتها تنزل ماي، فراح تستوي على سعتها مع الماي مالها. مثل ما نشوف هني الكوسة تستوي بسرعة لانه راح تنزل الماي اللي في الكوسة وراح تستوي على الماي مالها. راح نضيف له شوية بهارات مثل الملح والفلفل الاسود والبهارات العطرية. جهز عندنا كل شيء اللي هي صلصة الطماطم وكرات اللحم ونودلز الكوسة، والحين راح نقدمهم بصحن التقديم. حطينا صلصة الطماط فوق كوسة النودلز، والحين راح نحط كرات اللحم. وانتوا لكم حرية الاختيار، تقدرون تحطون كرات اللحم وتنطبخ مع صلصة الطماط، او تقدرون تحطونها دايركت على الكوسة. وطبعا راح نزينه بشوية بارميزان. عشان نكسر اللون راح نحط شوية بقدونس.